السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله يا باشمهندسين عن كيفية نمذجة قطاع غير منتظم جوه برنامج لترس. زي ما قلت يا باشمهندسين، ما عنديش قطاع مستطيل ولا عندي قطاع مربع ولا عندي قطاع دائري، انما هو قطاع غير منتظم. ازاي بقى نمسك الكلام ده يا باشمهندسين في برنامج لترس؟ ركز كده معايا يا باشمهندس. هنخش من ديفاين بعد كده سيكشن بروبرتي فريم سيكشن، هنخش من اد نيو بروبرتي يا باشمهندس، وندخل على السيكشن ديزاينر. هنسميه وليكن كولوم، بعد كده يا باشمهندس الريجولار بالمنظر ده، ده هيبقى كونكريت كولوم و reinforced to be checked. سيكشن ديزاينر يا باشمهندس، نرسم اول بوينت عندنا بالمنظر ده كده يا باشمهندس. بعد كده يا باشمهندس نبدا ان احنا نرسم البوينت التانية. دلوقتي يا باشمهندس هو الفكرة كلها دلوقتي في البوينت التانية يا باشمهندس ان انا عامل ريفرنس بوينتس. ريفرنس بوينتس اللي عندها يا باشمهندس اللي هو الاوريجن بتاعك اللي هو الاكس واي او اللوكال 3 و2. اي نقطة يا باشمهندس هبدا ارسمها بعد كده هتكون عندها احداثيات. طب يا باشمهندس ما انت بترسم نقط ليه؟ هقول لك ما هو انا محتاج نقط يا باشمهندس عشان اوصل بينها وابدا ارسم العمود بتاعي. ما هو انت مش عشان ترسم العمود انت محتاج شويه نقط، كل نقطه من دول يا باشمهندس عندها احداثيات معينه متنسبه للاوريجن بتاعك، متنسبه للبوينت اللي هي السورس بتاعك اللي انت حاططها عند الاوريجن. فبالتالي يا باشمهندس هتاخد النقطه دي وتعملها زي ريبليكيت كده يا باشمهندس في اكس وفي واي كلوكيشنز، فترسم شويه نقط مكان توصل بينهم باشمهندس وترسم العمود بتاعك. هنوصل بينهم ازاي؟ هنعرف بعد شويه. باشمهندس عايزين ناخد الكلام ده كده ايديت، بعد كده ريبليكيت بالمنظر ده كده يا باشمهندس. هيطلب منك الانكريمنت اللي هو في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. هي النقطه دي كده يا باشمهندس انا عايز ابدا مثلا بالنقطه دي. النقطه دي يا باشمهندس كلوكيشن كاحداثيات هي موجوده فين بالنسبه للنقطه دي؟ هي فوقها ب 4 من 10 متر صح؟ وفي الاكس بصفر، يعني هي واي 4 من 10 واكس صفر. يبقى هنا يا باشمهندس هنقول الواي 4 من 10 واكس بتساوي صفر ونقول له اوكي بالمنظر ده كده يا باشمهندس. نفس النقطه برضو ونقول له اجت يا باشمهندس بعد كده ريبليكيت بالمنظر ده. هتخلي بقى الاكس المره دي بكام؟ ب 3 من 10، ما انا عايز ارسم النقطه دي. يبقى يا باشمهندس هنا كده 3 من 10 ونقول له اوكي. بعد كده يا باشمهندس هذه النقطه هخش ارسم هنا كده. النقطه دي يا باشمهندس احداثياتها عباره عن كواي، يعني اهي كواي هي 21 يا باشمهندس، كواي في اتجاه الواي عباره عن 21 يا باشمهندس، وفي اتجاه الاكس لو خدنا بالنا كده يا باشمهندسين هنلاقي ان هي برده كام؟ 3 من 10. يبقى هاجي هنا كده يا باشمهندس واخد الكلام ده كله واقول له ايديت، بعد كده يا باشمهندس ريبليكيت في اتجاه اكس يا باشمهندس كام؟ كام يا باشمهندس في اتجاه اكس؟ احنا قلنا كام؟ 3 من 10 زي ما هي. طب واي يا باشمهندس عباره عن 21، يبقى 21 يا باشمهندس بالمظهر ده كده نقول له اوكي. كده يا باشمهندس انا رسمت تاني نقطة. تالت نقطة يا باشمهندس، تالت نقطة عندي النقطة دي كده هندسة بتبعد في اتجاه اكس عبارة عن 38 وفي اتجاه واي يا باشمهندس 18، في اتجاه واي 18. يبقى هنا كده هندسة حاجة يا باشمهندس النقطة دي كده واقول اجت، بعد كده يا باشمهندس ريبليكيت المنظر ده كده يا باشمهندس لينير. كام يا هندسة؟ احنا قلنا كام؟ قلنا واي 18 واكس 38، يبقى هنا هندسة 38 وهنا 18 ونقول له اوكي. هندسه النقطه اللي بعد كده النقطه دي كده يا باشمهندس تمام، يعتبر اخر نقطه خلاص. الاكس عندها ب 28 والواي عندها بسالب هي 0.103، نقربها نخليها مثلا وليكن ايه 0.11. فين جاي هنا يا باشمهندس ايديت، بعد كده يا باشمهندس ريبليكيت بالمنظر ده كده. هنختار يا باشمهندس ال دي اكس انكريمنت يعني في اتجاه اكس كام يا باشمهندس؟ احنا قلنا 28 28 في اتجاه واي يا باشمهندس عباره عن، احنا قلنا هنقرب بقى المره دي عباره عن بوينت 1 1، بوينت 1 1 بس بالسالب بقى المره دي بسالب بوينت 1 1 ونقول له اوكي. بالمنظر ده كده هندسه خلاص يعتبر رسمت كل حاجه. هبدا بقى ان انا ارسم العمود بتاعي عن طريق الايقونه دي كده يا باشمهندس اللي هو درو كونكريت شيب، واختار درو بوليجون، واختار درو بوليجون بالمنظر ده كده يا باشمهندس، وابدا امشي بالماوس بتاعي بالمنظر ده كده هندسه عند كل النقط بالمنظر ده كده هندسه، وعند اخر نقطه دبل كليك العمود يترسم عندي بالمنظر ده كده يا باشمهندس. ده كده العمود بتاعي. العمود ده يا باشمهندس لما يجي يترسم هيترسم افقي مش هيترسم راسي، لان انت عندك الثلاثه يا باشمهندس في الاتجاه ده كده والاثنين في الاتجاه ده، فلما يجي يرسم مش هيترسم ازاي؟ هيترسم مقلوب، يعني هيترسم افقي ومقلوب تمام. فعشان اظبطه اقعد بقى اعمل له ايه؟ اعمل له روتيت، اعمل له روتيشن،
خلاص يا باشمهندس بالمنظر ده كده تمام. طيب اوكي بالمنظر ده كده يا باشمهندس. اوكي كده يا باشمهندس خلاص خلص معانا بالمنظر ده. بعد كده يا باشمهندس نبدأ ان احنا نطلع فوق عشان نبدأ ان احنا نمزج هذا العمود. باشمهندس الايقونه دي كده بالظبط الايقونه دي، ونختار يا باشمهندسين اللي هو قطاع العمود بتاعنا اللي هو الكونكريت ده يا باشمهندس بالمنظر ده، ونرسمه مثلا وليكن في هنا كده. باشمهندس نلاحظ ان العمود اترسم بالمنظر ده كده يا باشمهندس. طبعا العمود اترسم مقلوب زي ما احنا قلنا، فعايزين بقى ان احنا نظبطه كنترول وزد. اختار يا باشمهندس زود الروتيشن اللي عندك وليكن 90. خلاص يا باشمهندس بالمنظر ده كده، وهنختار القطاع بتاعك وليكن اللي هو السنترويد، هنختاره بالمنظر ده كده يا باشمهندس. طبعا هو للأسف مش هيظبط معاك من أول مرة، يعني يقعد يرخم معاك شوية كده في الأول لحد ما يظبط معاك. طبعا هو أنت شايف هنا كده، يعني لو لاحظت في 3D هنا مثلا في 3D يا باشمهندس، لو لاحظت هتلاقي العمود مرسوم مظبوط، يعني هنا مظبوط، يعني هتلاقي إن هو ممسوك كويس. فالفكرة كلها في نقطة الماسكس نفسها، يعني لو جيت هنا يا باشمهندس وفتحت اكسترود هتلاحظ العمود عندك مظبوط، بس تحس كده كأن اللي هو اللاين اللي ممسوك من العمود بعيد عن العمود تمام. فدي مشكلة في الروجر بالشكل للأسف. بس هو باشمهندس لما يجي يتصمم هيتصمم صح. يعني مثلا أنا عملت ران للمنشأ بتاعي، عملت ران أهو، عملت ران عادي. تمام شبه الاكسترود ستارت انيميشن ممسوك عادي مفيش مشاكل، فالعمود ممسوك وكل حاجة تمام. تمام فيعني حاجة زي كده مثلا ما تضايقكش أوي. ممكن بقى تقعد تعدل فيه، إنك تعمل حاجة اسمها insertion point وتقعد تعدل فيه وتدي مسافات ومش عارف إيه والكلام ده كله لحد ما العمود إيه يتمسك. لكن عمود الريجولار يا باشمهندس لما يجي يترسم للأسف هو ممكن يضايقك بالمنظر ده. يعني إحنا حبيت إن أنا أرسمه قدامكم عشان أوريكم المشاكل بتاعته. إحنا عرفنا القطاع تمام وعملناه روتيت وكل حاجة، نيجي بقى نرسمه يا باشمهندس هتلاقي الخط أصلا أو النقطة اللي ماسكة العمود ذات نفسها بعيدة عن العمود أساسا، بس هو ممسوك يا باشمهندس ممسوك تمام، واتنقل له حمل وكل حاجة. طب دلوقتي يا باشمهندس مثلا في بس ملحوظة صغيرة خالص، إن الأعمدة اللي بالمنظر ده مش بتصمم على إيدها، بس بتصمم مانوال بالإيد. أنت مجرد بس ما بتاخد منها اللي هو السيرين أكشن بتاعتها تمام، كده إنك أنت تصممها بإيدك يا باشمهندس، إنك أنت تعمل له انتراكشن دايجرام بإيدك أنت اللي بترسمه، عن طريق إنك أنت تشوف الكونسيبت بتاعك وإزاي ترسم انتراكشن دايجرام لقطاع خرساني عمود عندك ترسمه بإيدك يا باشمهندس، وتاخد السيرين أكشن من الإيتابس وتروح توديها يا باشمهندس على انتراكشن دايجرام وتشوف هو سيف ولا مش سيف والحاجات اللي فيه. تمام فهو بيصمم بالايد للاسف. تمام اتمنى يا رب يكون الفيديو مفيد. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.